حيرة كبيرة يعيشها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك قبل أيام من مواجهتي السنغال الحاسمتين في الصعود إلى كأس العالم 2022 والمقرر لهما 25 و29 من مارس الجاري. حيرة الجهاز الفني تأتي بسبب المستوى الذي ظهر به اللاعبون الدوليون مع أنديتهم منذ عودتهم من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وهو الأمر الذي قد يدفع المدير للاعتماد على بعض الأسماء الجديدة، لا سيما من قائمة اللاعبين المحترفين الذين أعلن عن استدعائهم للمنتخب في الفترة المقبلة. تراجع مستوى الدوليين مع أنديتهم خصوصاً الأهلي والزمالك أمر قد يثير القلق لدى الجميع قبل المرحلة الحاسمة من التصفيات، لكن في الوقت ذاته المدرب البرتغالي يمتلك من الخبرات ما يمكنه من التعامل مع مثل هذه المواقف، لا سيما وأنه كثيراً ما تحدث عن امتلاء مصر باللاعبين المميزين والموهوبين. وعندما تولى كيروش المسؤولية خلفاً لحسام البدري، أعلن أن اتفاقه مع اتحاد الكرة هو قيادة الفراعنة نحو بلوغ كأس العالم، الأمر الذي لم يعجب المشجعين المصريين الذين وجهوا العديد من الانتقادات للمدير الفني، إلا أن تلك الانتقادات بدأت تتلاشى بل وتتحول إلى ثقة ودعم للمدير الفني بعد قيادة المنتخب إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. فهل ينجح كيروش في استغلال الدعم من أجل تحقيق حلم الجماهير برؤية العلم المصري يرفرف في الملاعب القطرية نهاية العام الجاري؟ هذا ما ستجيب عنه نتيجة مباراتي السنغال.